هنتكلم هنا بقى عن حاجة مختلفة خالص في آخر جزء في المحاضرة بتاعتنا، بنتكلم عن حاجتين، حاجة اسمها راديومتري وحاجة اسمها فوتومتري. الراديومتري بنتكلم على إن إحنا عندنا سورس أوف إنرجي، سورس أوف راديشن، أوكي؟ والسورس أوف راديشن ده إحنا عايزين نقيم الإنرجي اللي طالعة منه، أوكي؟ بتساوي كام عند مكان معين، أوكي؟ ملناش دعوة هو في الآخر رايح يعمل إيه، والإنرجي بتاعت الإنرجي بتاعت الراديشن سورس دي ما بتهمناش وما بتفرقش معانا. احنا بنتكلم بقى في الفوتومتري حاجة مختلفة شوية، ان احنا بنتكلم على ان الحاجة اللي بنقيسها بنقيمها بهاو ات افكتس الهيومن فيجوال سنسيشن. يعني بمعنى لو الهيومنز مثلا عندهم جزء معين من السبيكتروم مش بيفرق معاهم في حاجة خالص، يبقى معنى كده احنا مش هنشوفه خالص في الفوتومتري. يعني قياسات الفوتومتري بتبقى بتهتم اساسا بالجزء بتاع الفيجوال سبيكتروم والبرودكشن اوف فيجوال سنسيشن.